السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الأخيرة من تختيم لعبة إنسايد. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ويلا بدنا مقدمات زيادة، خلونا نكمل ونخلص اللعبة. أوكي، في الحلقة اللي راحت وصلنا إلى هذا المكان، ويلا نكمل عشان نشوف وين بتودينا اللعبة. إن هذا الشيء ما أدري ويش نسوي فيه بالضبط، فأغلب شيء يبغونا نروح من دي الجهة أول شيء، تاي نرجع من الجهة الثانية. النط من هنا، هذي زر. أوكي. أها. بوب، هذا اللي احتاجنا نسويه. اوكي، اوه، المخلوقات بعد غريبة، مخلوقات زي بشرية تقدر تسبح تحت الماء بدون ما تموت، تتنفس وتستنشق كل شيء. حين ننط من هنا، اوب، نشغل هذا وننط من هنا. شلون مت؟ نايس، اوكي وصلنا، الحمد لله وصلنا ما طحنا. يبغونا نسبح مرة ثانية في الماي، بس المرة في مخلوق تحت. اهرب 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 اهرب. كيف نتمرجع عشان نكبر المسافة بيننا وبين المخلوق، بس الخوف انه بصيدنا. كيف حبار ثاني حبار ثاني حبار ثاني حبار ثاني حبار ثاني. نركب فوق هالمرة، فيها سلم، كان نتسلق السلم نشوف ايش وين بيودينا. لقد أخذنا إلى مكان أعلى. ها؟ يبغوني أركض ونط؟ أهرب 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 أهرب. أهرب. أوكي. والآن. اوكي، 1 2 3 بسم الله. سريع، شوف كيف سريع. ايش السالفة؟ أنا ما أفهم إيش الفائدة من اللي سويته الآن. أسرع! نايس! كاي سلسلة كانت عشان ننهي الوحش ونسوي بيننا مساحة أو مسافة كبيرة. أوكي. المكان غريب، تحسه مكان مكان مهمل. مكان كان مهم واغرق، صار شيء والمكان اغرق تحت الماء. ايوه، كمان. او 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 ما خلصنا. اذكر هالمكان، هذا بيكون صعب شوي.
هي هذا باب. اتوقع انه يبغونه نلهيه. نجي هنا خليه يجي هنا. قلع. اوكي الحين نحاول ان نضغط هالزر باسرع وقت ممكن. يلا واحد اثنين ثلاثة let's go. غرقني. اوه لا يكون يبغون نضغطه نفتحه وتالي واحنا رايحين نضغطه عشان يتسكر ولا يقدر يلحقنا. بسرعة 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 بسرعة. يس اي نايس. اتمنى خلصنا من هالاعداء هدول وما بنواجههم مرة ثانية. نتسلق السلسلة الحديدية ونشوف. اوبا اوب. اوكي تركني بموت. هذا بينزلني الى قاع المحيط. يا ويلي لا متنا متنا متنا. هالنهاية لا يكون هالنهاية اللعبة. غرقت. كيف كده؟ وش صاير؟ ما اقدر اتحرك انا الان. حاول اتحرك ما انا قادر اتحرك. هذول بشر عايشين تحت الماء. هذا اللي يبين لي ما هم شو اسمه ما هم حورية. في أرجل. هذا إيش اللي مشبوك فيني واير؟ مشبوك فيني واير. إن السمكة يتجمعوا حولي. أوه الواير فصل. فصل الواير عني. لحد الآن ما أنا قادر أتحرك. شي غريب والله. هل بيصير لو رجعت صرت حي؟ ده إيش؟ نور تحت البحر وتحت الماي. اوه تحركت. مستغرب ان اقدر اتنفس. يا حبيبي الان تصير لعبة صعبة ما دام اني اقدر اتنفس بخلونا نستكشف المكان كامل. ليش الاسماك قاعدة شو اسمه لاحقني؟ ايها الاسماك انني لست ملككم ولكن ان تريدوني ان اصبح ملككم سوف اصبح ملككم. ما الذي اقوله انا؟ اوكي اتوقع يبغون نرجع فوق. كل هالمسافة اللي طحناها ونرجع. مشكلة ما فيها سباحة. او دقيقة دقيقة كنا فيها سباحة. لا ما فيها ما فيها. بطيء في السباحة. هل نقدر نسوي شيء في هذا؟ ما نقدر. بس نور مولع تحت الماي. شيء غريب صراحة. اوكي. يبغونا نتسلق فوق. هنا في سر. الو اوكي ما يحتاج. هذا اتوقع حق التروفي. هذا كله كان قبل مختبرات شكلها. هذا جثة.
اوكي صارت اللعبة شوي بطيئة. اوه هل يتحرك؟ مكتوب او 3 يعني هذه تجربة رقم 3. لم يتحرك ميت كأنه قاعد يطفو في الماي بس. كل هذه كانت مختبرات وغرقت تحت الماي. ليش كيف غرقت؟ وهالعالم انا ما ادري ليش في بشر يسوي تجارب على بشر ثانيين، يصيدوا البشر وسوى عليهم تجارب. واو 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 مكان عملاق. اوكي يبغون ننزل تحت ايش هذا الصوت؟ صوت آلات. اوكي اشتغل مروحة متأكد؟ ياب تشتغل مروحة. لا 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 بسرعة 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 قبل لا تشتغل. اوكي اتوقع نمسك فوق هنا. لا اوبا اوكي لا نستعجل ونمسك مكان مكان. بسرعة بس نمسك هذا يعني نقدر نمسك هذا عشان لا تقصنا المروحة إلى نصفان. يا إلهي ما الذي تفعله؟ بسرعة 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 بسرعة. أوف هذا فتح لنا معبر. نطلع من الماء اخيرا. اوه لقد وصلنا الى اليابسة اخيرا. ليست فار يسبح. Go away nasty. النور هذا رجع. أنا رحت فيها أنا رحت فيها أنا رحت فيها ما نوصل. أخ يبغون البلاتفورم اللي فوق راسنا نحركها شوي شوي. نخليها أوكي 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 خليها تروح النهاية لا نستعجل. الحين نروح نقرب لين ما نوصل. اهرب
كنا المفروض وصلنا صح؟ اوكي لا بيبغون نقرب زيادة. خلي بس يرجع. اوكي نايس كده خلصنا. بس نكون صبورين. يجي الضوء ضوء الضوء ويروح تالي نركب عشان لا نعود كل هالعوار الراس مرة ثانية. اهرب ايها الغلام اهرب. اوكي يبغانا نطفي الماي. كبسولات كان دخلنا عالم دراغون بول عالم السايان. اوتش كشكل اللغز كبير مكبر للغاية. أو هذا كيك سر. هذا إما سر أو يرجعنا في التانكي لكنا فيه. يب أوكي 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 هذا يرجعنا في التانكي مع أن إحنا ما سوينا شيء. بعدنا ما نسوي شيء ابدا بس سكرنا الحفرة فيمدينا الان نعبر مفروض. لا 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 كيف مفتوحة. اوكي او او اذكر هذا شوي صعب هذا لغز صعب. اوه اذكر صحيح يبغون ندف هذا يبغون ندفه. اوكي هذا سريع مرة. اوكي 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 يبغون ندفع عشان نستخدمه. اوبا اوكي حين لسبب ما يريدون مفروض ينط ويوصل فوق. Come on. Oh, okay, okay. عرف ايش بغانا نسوي. نضغط عشان نسكر البوابة. نايس. حين نرجع نركب من فوق. من تحت الى فوق. هذا هو الغصد. احنا جاي احيانا كيف ما غرقت وصرت اقدر اتنفس تحت البحر وتحت الماي. ايش هو السبب الان؟ دقيقة 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 ما رحت من هنا. رحت من هنا يبغون نوصل فوق عشان نسبح. المكان مغلق ها في شيء. اوكي اللي افهم ان نشغل هذا وتعالي نجيب هذا فوقه ونشغله عشان نركب فوق الماي. الحل اللي هو جيب هذا دفه هنا اركب فوق هذا واضغط
بوم نايس طلعت اعرف العب والله. اوكي الشيء الوحيد اللي يلمع في المكان هو هذا الباب، يبغون نروح هنا. هذا الباب وهذا الشيء كبس زي البطارية. اوكي وش صار؟ اه في واحد شكله، في واحد ثاني. اوه هذا فتح مجال ندخل من هذا المكان الغريب. تكفون قول لي هذا اخر مرحلة ماي، ابغى اتمشى خلاص تبللت بما فيه الكفاية. خلاص 2 3 4 5 5 نايس ممتاز. اوه بشر او بسميهم دمانة صراحة لأنه ما يتحركوا. ايش في هنا؟ اه اوف كورس معروفة، لازم تروح وتشيك لأن لازم في شيء تاخذه من هالمكان. متأكد اني بحتاجهم لازم اني بستخدمهم في شيء. اوه في اطفال عندهم بعد، بس ليش كده؟ وش القصة؟ انا ببحث بعد ما اخلص اللعبة، ببحث عن فيديو يشرح قصة اللعبة. لأن هل هذول بشر حقيقيين أو بشر مصنوعين؟ ما أدري كيف يعني مصنوعين، أو أن بشر وسيطروا عليهم، سووا عليهم غسيل دماغ وصاروا زي الدمى. أوكي الآن إحنا وش نحتاج هذا بالضبط فيه؟ اوه في ناس قاعدين يراقبون في كاميرا تجربة. هذه تجربة رقم 4. اوكي يبغون نسوي. اوه دقيقة جت في بالي فكرة، اتوقع ان نستخدم هذا عشان نسكر الباب. اللي هنا ليش صار المكان فجأة صامت؟ ده الباب مفتح؟ مديني أنط؟ أوكي ما يمديني. الحل يبغونا نروح نتسبح في البحر ونستخدم الصندوق عشان نتسلق. دقيقة ليش أنا رحت للسلم وأنا أقدر أسبح؟ ما الذي يحدث يا عبد الله؟ هل فقدت عقلك؟ تعال انت هنا. حطه هنا. انزل. رجع ارفع مستوى الماي. ومستوى ينزل في الصندوق. بوم. نزل في الصندوق. اوكي كده اتوقع نقدر نسبح ونوصل فوق. بوم نايس هذا هو الحل. كان رجع الصوت مرة ثانية. ثانك يو اخيرا.
في أشياء غريبة. يبغون نغوص. أوكي يبغون نغوص تحت في أجساد هنا بعد. ما أنا فاهم الأشياء دي أنا. أو صندوق كهرباء خلي يخلص. خلي يخلص ويروح قبل لا نطلع. أوكي في درج. 2 3 4 5 في ماي فوق راسي كالعادة. الماي غريب. كيف ماي فوق؟ ماي واقف فوق. اوكي يبغون نوصل لها الزر بطريقة ام اخرى ام اخرى. اوكي اوكي وش او 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 رفعنا مستوى الماي ونزلوا كل هالب او 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 اي هذول اشكالهم غريبين. ما هم بشر. اشكالهم مره غريبه. الان مفروض اخليهم ايش اسمه يرفعوني فوق عشان اوصل لها الزر هذا. ما نوصل كيف كده. اوكي ما نوصل. لازم نشوف حل ثاني. أو في كم واحد باقي بعد. أوكي دقيقة يبغون نسوي حاجة هنا. نرجع ننط أو نرجع نمسك هذا. كده ممكن. أوكي هنا ما بنستفيد شلون. ننط هنا. اوكي كلاس نزل واجد لا اطيح. يبغانا نضغط الزر بهذه الطريقة. بسم الله لا نطيح ونرجع من البداية. اوكي نايس ضغطة ممتاز. يلا وراي. هذول عمال. لا مو عمار. اي والله هذول بعد يلحقوني. كل هذول يعني دمى. دمى بشرية. خل بسميهم دمى بشرية. شكلي بجمع جيش الان. هيا يا جيشي المطيع. نايس كلهم طاحوا. اصلا شكلهم طاحوا عشان يلتقطوني كي لا اموت. 1 2 3. من كده نايس. كي ما قدرت تلحقوني حبايب مع اني ودي تلحقوني عشان صار عندي جيش قوي للغاية. او لحظة ممكن نقدر. اوكي اوكي الحين كذا المفروض انه يقدروا يلحقوني. يلا تعالوا.
أو ممكن يطيح من فوق. I'm sorry بس لا أحتاجكم. يلا وراي. نستخدم اللفت الحين بما انهم يقدروا يركبوا. يلا let's go let's go let's go let's go let's go. ننزل تحت ويمدينا الان نكمل. يلا واحد اثنين ثلاثة. او اوه ليش ساحة كبيرة؟ في واحد شافنا. اوكي هم قاعدين نسوي تجربة. تجربة؟ اكسبيرمنت تجربة. اشوف الناس قاعدين يروحوا وكملوا. اوكي مع السلامة فريقي. جنودي المخلصون. رقم أربعة. شو قاعد يتجمعوا على شيء؟ تجربة. أو بسم الله. مستغربين من أنا. أوكي يبغون نستخدم هذا عشان الدرج. اوكي قاعدين يراقبوا حاجة. تذكر في شيء هنا؟ ما في. أوه سمعوا الصوت. اتوقع ان بدنا نروح من هنا. ما في مكان. اوكي نجرب النط يمكن ما نموت. زي القبة او الحوض. وانا انزل تحت. اوكي هالدرج الطويل مرة.
أو مروحة مروحة مروحة. كيف انزل تحت؟ يبغوني اطفي المروحة. الحين بدينا نكمل، بدينا نوصل ونفتح هذي. اوه ها؟ اوكي فهمت ايش بغانا اسوي. بغانا نشغل المروحة مرة ثانية، نفتحها والمروحة تطيرنا. اوه اوف خسرنا ثيابنا. اوكي وش السالفة؟ What the fuck is this؟ كتلة من البشر. قاعدين اذكر هذا بصير جسمي انا، جسم الولد. اخذوني. اوبا وش منتظرين انتم؟ اوف اهرب. صرنا اخويا. اوف يلحقوني الان؟ مستحيل الحين يتبعوني. مستحيل تقدر تحملوني. طاح من اللفت. شو كيف يراقبوني؟ يا القوة صرنا قوية مرة. اوه صوت وش صاير بالضبط؟ وش قاعد وش وش نحاول وش قاعدين نحاول نسوي؟
هذا المدير ها. ايه انا اخذ هالخشبة هذي. اوف بعض الاجزاء قبعت من جسمي. يبغانا نايس. اوه كلاب. ايش قاعد اشر علي؟ اوه بيفتح لي الباب. افتحه. اوبن ذا دور. اوبن ذا دور. قاعد يكون هذا بعد جزء من شو اسمه خطتهم وتجربتهم. يبغاني اعبر منه. كيف بدخل انا هنا؟ واو اتوقع بدينا نفجر هالاشياء دي. ايه اتوقع نحتاجه الان. احنا كنا ولد عادي، كيف صرنا مع هالمجموعة الاجساد هذي؟ والحركة غريبة مرة. على فرن يا حبيبي. او حرقناه. لا اي وان ارمي فوق شكا. واو نايس. اوكي يبغى نرمي على المروحة عشان تحترق. عم ذاك قاعدين يختبروا ذكائنا. شوفوا هل في ذكاء في هالمخلوق هذا؟ بس من يبغى يسوي مخلوق غريب زي هذا؟ احتاج كل شيء تشوفه في هاللعبة على طول تحتاج تستعمله. يبغون قربة كامل.
الان انا بالضبط ما ادري وش يبغى نسوي. اوه صوت الالم اكثر من صوت. مرة زيادة الله صوت الألم مرة شو اسمه غريب ومزعج. اوكي هل قربنا نوصل؟ اوكي يبغانا نشغله ونرميه. نايس اوه على طول ينطفي. اوه هذه تجربة كل هذا من تجاربهم. اوكي لا هذا فخ. اوه هذا فخ سكروا علينا الباب. مكان مظلم. انعدام الصوت مخيف كأنك موجود في هالمكان. اوه مسكت حاجة. قاعد نكسر المكان. اوكي ليش؟ ليش قاعد نسوي كده؟ اها عشان كده. اوكي هذا خروجنا. وين احنا الحين؟ ما في مخرج شكله اصلا. او هذا هو المخرج. وين بنروحنا الحين؟ وش هدفنا اصلا؟ اوكي نكسر هذا الشيء. اوه طلعنا برا.
رجعنا الى الغابة. بس هل احنا حيين بعد هالطيحة القوية؟ هلو؟ ما اقدر اتحرك. حركة ما اقدر اتحرك. هل هذه النهاية؟ اوكي وصلنا الى النهاية. النهاية للحين انا ما نفهم اي شيء فيها. شفنا عينة او شيء مسويين عليه تجارب وهذا الشيء امتصنا وصرنا جزء منه وصرنا هالمخلوق الغريب هذا. هذه النهاية. نهاية غريبة من اغرب الالعاب اللي لعبتها. ما يعطوك اي توضيح اي شيء، ما فيها اي كلام، ما تفهم اي شيء الا من اللي تشوفه في القصة في اللعبة. عموما وصلنا الى نهاية اللعبة وتختيم لعبة انسايد. اتمنى ان السلسلة والفيديوهات عجبتكم، اذا عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وان شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.